التونسي اليوم بين مخالب الحيتين الكبيرة والصغيرة. حكينا على الحيتين الكبيرة اللي هي البنوك وكبار الفاسدين في بلادنا وملفات الفساد الكبرى اللي هم مورطين فيها ودفع ضريبتها المواطن البسيط، لكن أيضا هنالك حيتين صغيرة تتلاعب في الخفاء وخاصة تنشط في ميدان الاحتكار والمضاربة بالأسعار. وكنا شفنا حملات أمنية استهدفت الفئة الأولى بارونات الفساد، لكن أيضا اليوم موجودة في الأسواق بصورة علنية مكشوفة أو بوحدات سرية تتنقل لمراقبة الأسعار وتدفق السلع نحو المخازن المعلومة والغير معلومة. واليوم معاك سي العشي نحكيه على حملة أمنية هادفة مراقبة الأسعار ومكافحة المضاربة بالسلع، كما حكى رئيس الجمهورية وآمر بضرورة أن تكون كل الأسواق الجمهورية مراقبة. اليوم شرطة النجدة، الشرطة البلدية، وزارة الصحة، وزارة التجارة، كلكم في عمل موحد لمراقبة كل المحلات. شكرا سي محمد، مرحبا بك بالسادة المستمعين الكل. كنت واكبت معنا الحملة بتاع اليوم، هي سياسة وزارية، سياسة مشتركة بعد التعليمات السيادية الواردة في الغرض. بالنسبة لنا احنا الحملة هذه انطلقت من ساعات مبكرة، كنت واكبتها معنا. مبدئيا شملت زوز أسواق اللي هم المارش سنترال وسوق سيدي البحري، هذا العمل الروتيني والدوري من هنا ان شاء الله لشهر سيدي رمضان المعظم، ان شاء الله ربي يعيده على الامه الاسلاميه الكل بكل خير. ما زلنا بالنسبه للتعليمات في الغرض هذا، راهو الضرب على ايادي المضاربين والمحتكرين ولا سبيل اليه، وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء. اليوم نحكيه على مراقبة مسالك التوزيع، ونحكيه على المخازن خاصة الغير معلنة أو السرية اللي يقع فيها المضاربة بالأسعار. كنا راقبنا وشفنا قبل وزارة التجارة أو الوحدات الصحية بمختلف الفرق متاعها يتعرضوا للعنف، يتعرضوا للإهانة، يتعرضوا إلى شتى أنواع التجاوزات. اليوم معاهم موجودة وزارة الداخلية في كامل مناطق الجمهورية، ويظهر لي حتى فما تنسيق مع وزارة العدل للضرب بأيادي من حديد لكل من تخول له نفسه الاعتداء على الفرق الرقابة وإلا تجاوز القانون. بطبيعة كما حكيت تفضلت أنت وحكيت، ما تقول لك من الأول اللي هي سياسة وزارية مشتركة. بالنسبة لنا احنا تعليمات سيد الوزير معناتها اللي تم مدها، سواء كان السيد مدير العام الوطني اللي هو بيدو اصدر تعليمات، ومعناتها خاصه لدار العمل المنعوم بكافه مكوناتها، سواء كان شرطه بلديه والا اداره شرطه نجده ولا كافه الوحدات من اقاليم ومناطق امن وطني، المد يد المساعده والمساهمه الفعاله في مجال المضاربه والاحتكار. هذا معناتها قراج المجهودات مشتركه مواصلين فيها باذن الله للقضاء على الظواهر هذه، ان شاء الله ربي يوفق. اليوم احنا موجودين في باب الخضرة، لكن تعليمات رئيس الجمهورية ان تكون الحملات في كامل مناطق البلاد دون استثناء، ويظهر لي العمل متاعكم انتم لهنا موازي ليه حملات اخرى في مناطق داخلية للبلاد. بالطبيعة كما تفضلت وقلت، مع السيد مدير العام الأمن العموم بالنيابة كان أزى تعليماته لكافة وحدات إدارة الشرطة البلدية وإدارة شرطة النجدة، سواء كان على المستوى المركزي والمستوى الجهوي. الحملات هذه معمة على جميع الأسواق، كلها تهدف لنفس الغرض، وبالطبيعة مساندة للمجهودات مع الأخيان في الوزارات الأخرى، سواء كانت وزارة التجارة وإلا وزارة الصحة، مع في المجال احنا موجودين باش نمدوا ونعاضوا المجهودات نتاعهم باش نقضيوا على الظاهرة هذه. اليوم المواطن التونسي بين مخالب عصابات متعددة، قلنا مخدرات، قلنا سموم، قلنا تجاوزات مالية، قلنا مضاربة بالأسعار، قلنا أيضا إجرام، قلنا نتر وخطف في الشارع. واليوم الوحدات الأمنية أمام تحدي كبير برشا لفرض لغة القانون واجتثاث هالعصابات هذه الكل بمختلف التوجهات نتاعها حتى تعود تونس كما نريدها. إن شاء الله سي محمد بإذن الله ساعين وبذلين جميع المجهودات لمكافحة جميع الظواهر الإجرامية بصفة عامة بدون استثناء. معناتها كي ندخل على المارشيات ابار معناتها نمدوا يد المساعده
لازمها تكون لو خينا معناتها في الفرق بتاع المراقب الاقتصادي وكل شيء كيف كيف احنا متواجدين البث الطمانينه للساده المواطنين باش يتجولوا ويتبضعوا بكل حريه واحنا موجودين على ذمتهم باذن الله في كافه ربوع الوطن. أني كما تشوفوا شرطة النجدة اليوم تخدم في حملة أمنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة بالأسعار معها من وزارة الداخلية الشرطة البلدية هي في نجدة المواطن لكن أيضا المواطن هو في نجدة نفسه. الصمت على المضاربة بالأسعار هو مشاركة في الجريمة بصورة أو بأخرى، الصمت على مروجي المخدرات واختراسي واضرب هو تشجيع للضالين هذوما باش يزيد ينتشروا أكثر فأكثر في البلاد. تونس يد واحدة بمختلف الأسلاك متاعها، مواطن، وزارة الداخلية، أيضا وزارة الصحة، وزارة التجارة، مختلف الإدارات التونسية، كلنا لنصلح حتى يكون مستقبل بلادنا أفضل وأحسن.